وفي لقائه بلجنة الحوار والوساطة رفض عبد القادر بن جرين رئيس حركة البناء الوطني الذهاب إلى ندوة وطنية للحوار، مؤكدا أن التحاور مع هيئة الوساطة يكفي. بن جرين وفي ندوة صحفية أكد تقديم حركته لمقترحات سياسية أهمها إنشاء سلطة وطنية تشرف على العملية الانتخابية وتعديل القانون العضوي بما يضمن الإشراف التام على العملية. نرفض إجراء ندوة وطنية للحوار، فيكفي لجنة هيئة الوساطة والحوار أن تأخذ من ملخصات الأحزاب السياسية وكذا من أرضيات النخب الوطنية التي اجتمعت سواء في عين بنيان أو في غيرها، فهي كافية بدلا من إجراء ندوة وطنية استعراضية بشكل كارنفال. نحن في حركة البناء الوطني رفضنا إجراء الندوة الوطنية. سلمنا ملف ثالث كمشروع قانون كامل متكامل للسلطة الانتخابية الوطنية، متشكل من 72 مادة، منها 41 تعديل على قانون الانتخابات القانون العضوي، ومنها 31 مادة جديدة اقترحتها حركة البناء الوطني.